ورجعنا لكم مرة تانية. طبعا انضم إلي ضيفين كريمين في الفقرة الثانية، الكابتن أشرف وفا إداري نادي الزهر الرياض. أهلا وسهلا كابتن أشرف. أهلا بك يا كابتن، داخل العام وبحييك وبحيي أسرة البرنامج. حبيبي كابتن أشرف، موفقين إن شاء الله. ومعنا الكابتن إسماعيل صبري نجم نادي المنصورة السابق. أهلا وسهلا كابتن إسماعيل. مبارك منورنا كابتن إسماعيل. تمام. مبارك إيه. في البداية كده قول لنا كده كابتن إسماعيل، يعني مين بقى في جيلك بقى؟ جيل العظماء بقى؟ لا الجيل العظماء يعني انا حضرت كابتن سعد سليط. كابتن سعد الله يرحمه. لان من 40 سنه كان. وكنا بنتمرن معاه في نادي المنصوره. تمام. هو الفضل كان الكابتن يمين شربيني. ما هو ابن من ابناء المنصوره. طبعا معلق كبير. معلق. هو كان في الايام دي يعني طبعا مش زي دلوقتي، كان دلوقتي في استثمار. في اهتمام بالكرة اكتر للاحتراف. تمام. فسابقا كان طبعا بينزلوا الاقاليم وبينزلوا الارياف. وعملوا دورات كبيره. في المراكز، فكان من حظنا في مركز مدينه النصر. تمام. استطاع الكابتن ميمي انه في الوقت ده كانت المنصوره في حاله صعود، يعني كانت تلعب انها تصعد للدوري الممتاز. تمام. وقدر يعمل فرقه كويسه حلوه من المدن، مدن المنصوره، ورحنا اتمرنا هناك معاه. كان معايا برضو زمايل ليا في النادي واتمرنا كويس. وكان حضرت بقى كابتن سعد، هو اللي جه ورا انا زميل الكابتن حسام ابراهيم. تمام. وكان برضو بيجي معانا كابتن المنصوره الكبير، كان رئيس النادي على ايامها بقى كابتن ابراهيم مجاهد. اللي هو ابراهيم مجاهد. لا الناس الجماعه دول عامل شغل كبير قوي في المنصوره يعني. تمام. كابتن اشرف قول لنا كده بالنسبه لشغل التسويق الرياضي بالنسبه للانديه اللي موجوده معاك، شغال ازاي؟ بالنسبه للاستثمار يعني. والله هو الاستثمار للعيبه دلوقتي الكويس الواحد بينزل يقدر ان هو يشوفه من خلال مراكز الشباب. تمام. واللي هي مثلا اكاديميات يعني عندنا بتمر على هذه الاكاديميات بحيث برضو اللي انت ايه تستكشف اللعب المميز. يعني مثلا عندنا في المنصوره في اكاديميات وفي انديه. يعني بسم الله ما شاء الله ما اقولكش. تمام. عايزين بس حد يطلع عليهم بس. تمام. ان شاء الله نعمل اختبارات عندنا. يعني اختبارات، عايزين اختبارات. في لعيبه كتيره في نادي الرياض ان شاء الله كابتن اشرف. كابتن اسماعيل لعب فيه برضه. كابتن اسماعيل طبعا مراحل المنصوره ولاده اكيد اكيد. بس هو يعني حضرتك شايف دلوقتي المنصوره وضع ايه دلوقتي؟ يعني احنا يعني المنصوره قريبه مني انا كيرنس، بس انا فضلت نادي الزرقاء. تمام. لان في استثمار كويس. تمام. في اداره واعيه وفيها يعني بيبصوا للناشئ. تمام. ان هو يعني يقدر يعمل بيه حاجه. لان هو الناشئ النهارده كله الكوم على الناشئ. تمام. طيب طبعا عايزين نتكلموا برضو يا جماعه عن شركه دبليو 3 برضو للمره الثانيه اللي بتعمل اختبارات على مستوى الجمهوريه. اولا الاتحاد المصري لكره القدم ووزاره الشباب والرياضه طبعا مانعين الاختبارات الا ما يظهر قرارات جديده من قبل وزاره الشباب والرياضه، ولكن تجمعات كثيره باسم شركه دبليو سي وطبعا شركات اخرى وبيجيبوا نجوم منتخبات مصر طبعا، ولكن للاسف الشديد ما فيش قرار رسمي من الاتحاد المصري بعمل هذه الاختبارات، ولكن الناس بدون وعي بتروح. ولكن احنا في ظل هذه الاحترازات الوقائيه لابد ان يكون في ضوابط من قبل وزاره الشباب والرياضه وقرار صارم بشان هذه الاختبارات. طبعا هيقولوا لي ده الشركه ديت متعاقده مع وزاره الشباب والرياضه. طب متعاقده مع وزاره الشباب والرياضه وانت بتسمع؟ لا بتسمح لها انها تعمل اختبارات ومانع الاختبارات على الانديه، يبقى في نقيض فطبعا ما ينفعش. طبعا بنحذر تحذير شديد اللهجه لشركات التسويق الرياضيه اللي هم ما بيتقوش ربنا. الوهم والسفر والاحتراف للخارج، فرنسا وقطر والكويت والسعوديه، زي ما انت عايز ادفع وسافر. اللي انت هتروح تحترف في فرق مميزه في يا جماعه والله ما ينفع كم ده وهم
عاملين معسكرات في مدينة بلطيم، تعال اختبر. الواد مفكر نفسه مسافر ايطاليا، عتبيه بيقع على في بيروح بالطيارة سواحل بلطيم. وهناك الاصطياد الفريسة طبعا مبالغ طائلة، 25-30 ألف جنيه. عايز تروح فين؟ الكويت ب 30 ألف جنيه والفيزا بتاعت ايطاليا هتلعب في ميلانو. فما ينفعش والله يعني الاسلوب التهريجي. هنرجع نتكلم في الكلام ده بس بعد ما نستقبل المكالمه الجميله الهاتفيه من الكابتن صالح رحيم رئيس نادي الزمالك بمطروح. اهلا وسهلا كابتن صالح. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اخبارك ايه وصحتك عامله ايه؟ والله الحمد لله يا فندم في احلى اجواء بمدينه مرسى مطروح. اه والله نفسنا نزور مطروح والله. شرفونا والله، بحر جميل عندنا وسياحه و تنشيط وسيادة الوزير مشرفنا الجمعة. تمام. الدنيا ماشية حلوة إن شاء الله. خلي بالك رمانة موجود هناك، خلي بالك. ها؟ عامل إيه يا كابتن صالح؟ أهلا وسهلا يا فندم. قول لي أخبار بقى ومستجدات نادي الزمالك والتوأمة اللي أنت ناوي تعملها مع نادي الزمالك وسيادة المستشار مرتضى منصور في الفترة القادمة إن شاء الله. والله إحنا سعداء جدا طبعا بالاستضافة في برنامج حضرتك. واكيد بالطبع هنبقى سعداء اكتر لو استقبلنا سياده المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك، نادي القاره، نادي كبير. احنا شرف لينا كبير جدا ان احنا نحمل هذا الاسم الكبير، وان شاء الله يكون في تعاون طبعا وتوأمه كبيره عشان الزملكاويه في محافظه مطروح كلها. ايه مطروح كلها زملكاويه ولا ايه؟ اكيد طبعا. اكيد. ها انت زملكاوي ولا اهلاوي بقى يا كابتن صالح؟ لا احنا زملكاويه ما بنحبوش ال تمام. ان شاء الله خير. لازم يبقى زملكاوي. حبيبي يا كابتن صالح، طبعا احنا سعداء بمداخلتك وان شاء الله باذن الله قريبا ان شاء الله نعلن التوأمه اللي انت اشرت اليها ان شاء الله بين نادي الزمالك ونادي زمالك مطروح ان شاء الله قريبا. شكرا جزيلا كابتن صالح رحيم رئيس مجلس اداره نادي الزمالك الرياضي بمحافظه مطروح. طبعا بنكمل في مع ضيوفنا الكرام الكابتن اسماعيل صبري والكابتن اشرف وفا عن الوهم والاحتراف للخارج. كابتن اكيد سفر زي ما انت عايز بالفيزا. ايطاليا فيها ايه؟ ميلانو. طب يلا تركيا فيها ايه؟ بكشك. زي ما انت ما ينفعش زي ما انت بتقول. اتصل علي اللاعب اللي هو كان معانا اللي هو اسمه بودي اللي هو 2000 اللي راح الكويت ده اللي هو 2000 اللي راح الكويت بودي اللي هو الواد اللي هو كويس اللي هو الفيرود بتاع الكويت. والله هو كويس انت فكرتنا يعني بالنسبه للكويت برضه الكويت تسعيرتها تقريبا ب 25 ألف جنيه. هتروح تلعب في العربي الكويت حضرتك النهارده الكره فيها ملاعب نجيله كبيره ومنتشره في كل قريه بتلاقي في ملاعب. الاولاد زي ما بتروح زي ما بتيجي. لا الملاعب بيجيب له تذكره سفر. ليه احنا ما بنستغلش الملاعب الخضراء دي ونقدر نطلع ناشئ ويبقى فيه يعني الغربله بتطلع. تمام. يعني انت تحاول انك انت تشوف كابتن اسماعيل هو مكلمك على النصب بتاع الكويت واللي هو احنا هنا في الخارج بره. خلينا نطلع بره. هو في ملعب في بلطيم. ما احنا عايزين نتكلم كابتن اشرف، عايزين نتكلم بالنسبه لبنوعي الساده اولياء الامور ان طبعا ما فيش الكلام ده يا جماعه. لازم الواد لو مستواه كويس هنا في بلده تمام النادي اكيد هيسفره. لكن او اكيد لاعبين معتمد هيسفروا. ولكن ما ينفعش لاعب لسه ما تسجلش في الاتحاد المصري او بيلعب للاسف شايف في الدرجه الرابعه او الثالثه مع كامل تقدير واحترام لهذه الانديه، ولكن انت ما لعبتش هنا في دوري ممتاز لان مستواك ما وصلش، هتوصل للاحترافيه ازاي؟ ما اتعملكش عقد هنا وبقيت لاعب محترف، هتطلع هناك ازاي وانت هاوي حتى لو انت مسجل في نادي اخر؟ للاسف الشديد يا ريت الناس تتمعن في هذا الكلام ونتريث في اتخاذ القرارات ونحذر من تلك المهاترات باسم السفر والاحتراف للخارج. والتاشيره والفيزا موجودين والعقد موجود، تعالى بس ادفع المبلغ وهتسافر على طول وفي الاخر شكرا جزيلا. طبعا كابتن اسماعيل اتفضل. بالنسبه للجو المنصوره بالرغم ان المنصوره ولاده باللاعبين الجيدين والمميزين لان المنصوره كان لها ايام كان بعبع ناديي الاهلي والزمالك. طبعا. هل ظهر في الفتره الاخيره بعض نجوم في فريق نادي المنصوره
ونادي المنصوره من اصله هل ان شاء الله باذن الله يصعد للدوري الممتاز؟ اكيد طبعا اكيد، بس هو حاليا دي. كان سابقا كان كان نادي المنصوره الموجود يعني هو الظاهر الواضح الواضح صح. لا احنا عندنا النهارده بعد الاحترافات وبقى في استثمار اكيد طبعا في فرق، يعني انا اعرف نادي كيرنس بيطلع ناشئين كويس تمام. وفي الزرقاء على حاجه كبيره قوي يعني مطلع لعيبه كويسه جدا الزرقة. فعلا فهو ده نتيجه ايه؟ الاستثمار تمام. فهو انت عندك يعني نادي المنصوره بقاله فتره لان ما فيش ما بيجيبش يعني الاحتراف النهارده انت بتجيب لاعب كويس بتقدر لاعب او اثنين تمام في مركزين في الملعب بيقدروا يعملوا حاجه معاك تمام. وانت رايك برضه كابتن اشرف بالنسبه لفريق نادي المنصوره الفريق اجياد اللي كان في الدوري الممتاز ان شاء الله ممكن يصعد برضه كده؟ الاجيال اللي موجوده دلوقتي مش زي الاجيال القديمه. الاجيال القديمه كان في كابتن محمد رياض كابتن شريف رياض تمام كابتن سعد سليط الله يرحمه نجوم كبار يعني كان في كابتن ياسر ريان يعني كابتن محمد رياض ده كان بيعقد حسن شحاته كان مخليه يشد شعره على من والله يا اخي انا بقول لك كده ان الاجيال دلوقتي الجيل اللي هو دلوقتي كان عندك باك شمال دايما باك يمين الاهلي والزمالك كانوا طيب في ختام هذه الفقرة الممتعة طبعا نشكر ضيفينا الكريمين الكابتن أشرف ووفا، شكرا جزيلا كابتن أشرف. الله يخليك يا كابتن، شكرا على البرنامج حبيبي كابتن أشرف. وطبعا نشكر الكابتن شرفنا فيك يا إسماعيل صبري، وشكرا أتحت لنا الفرصة. الله يخليك يا هنطلع لفاصل ونستقبل فقرة مواهب على الطريق واللاعبين الجيدين محمد إبراهيم خلف ومحمود إسماعيل صبري طه مواليد 2004 بنادي الزرقاء الرياضي. ورجعنا لكم مرة تانية. طبعا انضم إلينا لاعبين جيدين مميزين في فقرة مواهب على الطريق، اللاعب محمد إبراهيم خلف مواليد 99 بنادي الزرقاء الرياضي. أهلا وسهلا محمد. أهلا بك. عامل يا حبيبي؟ أخبارك تمام؟ الحمد لله. وطبعا اللاعب محمود إسماعيل صبري مواليد 2004. أهلا بك. أخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. نورنا. الحمد لله. نورك يا طبعا في هذه الفقرة طبعا عايزين نتكلم عن مشوارين نجمين من نجوم نادي الزرقاء الرياضي. بدايتك كان فين يا محمد؟ بدأت في أكاديمية كابتن جمال عبد الحميد في المنيا. في المنيا؟ اه كان هو اللي معاملها يعني. تمام. كملت فيها فترة وبعد كده اتنقلت لنادي صمالوط مركز شباب صمالوط درجة رابعة. تمام. بدأت فيه. بدأت فيه. تمام. بعد كده رحت الكابتن نصر النني والد الكابتن محمد. الكابتن نصر طبعا ناس محترمة. ناس في نادي بلدية المحلة. لعبت في البلدية. تمام. بدأت مع الكابتن ناصر. بعد كده وداني نادي الشمس. مع كابتن مصطفى حسين. تمام. كملت فترة في وجود كابتن حسام باولوس كان موجود في نادي الشمس. كملت فترة معهم هناك. بعد كده رحت فترة معايشة مع كابتن خالد صديق في بتروجيت. بعد كده اللي هي الاسماعيلي اللي انت عارفها اخر حاجه. ربنا يوفقك يا رب. وانضميت من اسماعيلي لنادي الزرع على طول معاك. ربنا يوفقك كده ويبقى حاجه كويسه ابراهيم، لان انت مع حاجه كويسه محمد ان شاء الله. حبيبي يا كابتن. قول لي محمود كده انت بدايتك فين؟ انت مواليد 2004؟ اه 2004. بدايتك كانت فين كده؟ في نادي المصري. تمام. مع الكابتن حسن العشري. تمام. كابتن مصري البورسعيدي. معاك لعيب كويس جدا. انت يعني حاجه كويسه كده مبشره مواليد 2004. تمام. عايزك تبقى نجم من نجوم الفريق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لان انت جاي لنا من نادي عزيز نادي المصري البورسعيدي من بتطلع لاعبين جيدين طبعا. تمام. انت بقى قول لي كده يعني المدربين اللي مرنوك برضو مين ومين؟ هو انا رحت النادي المصري كان في الكابتن حسن العشري. تمام. هو ده اللي دربني على طول. لكن قبل كده انا كويس. كنت بس قبل كده بقى قبل ما تروح المصري انا كنت في النادي بتاعنا في تمام اسمه مركز الشباب مركز الشباب الرياض يعني. تمام الرياض. آه. تمام. طبعا يا ريت تحضروا لنا الصور كده سريعا عشان نشوفوا ايه جاهزه. طيب نعرض الصور كده ونقف على بعض الصور المعينه كده عشان نعلق عليها. يا ريت نقف على الصور دي ضروري ضروري. طبعا ده كارنيه من الاتحاد المصري لكرة القدم. طبعا ده كارنيه جايبينه، ده كارنيه سليم 100% والحمد لله انه واضع على الشاشة. هاتوا لنا الكارنيه صاحبه ابو 25000 جنيه في نادي. هاتوا الكارنيه الثاني الصورة الثانية. ايوه ده كارنيه
لاعب من نادي بيراميدز، كان ليس له اي صله بالاتحاد المصري لكره القدم، وليس له اي صله بمنطقه بني سويف. صادر منين الله اعلم. الواد راح دفع هو ولي امره 25000 جنيه عشان يسجل في نادي بيراميدز. احنا طبعا بنعلم ولا نتحدى احد، نادي بيراميدز نادي محترم ونادي له طبعا اسمه وسمعته، ولكن المهازل الموجوده والكواليس الخفيه ما ينفعش، لان طبعا ده هذه الكارنيه الثاني كده. معلش يا استاذ علي، حتى الجوده في الكارنيه السليم اللي طالع من الاتحاد المصري لكره القدم، هات الثاني بقى، هات لي الثاني ده، شتان الفارق ما بين ده وده، تمسكه خامه ورقيه تمام. وللاسف الشديد لعبت دوري يا ابني؟ لا ما لعبناش دوري، قلنا بنتمرنه في المنتجع، قعدنا في المنتجع نتمرنه. يا جماعه نراعي ظروف الناس، ما ينفعش الارقام الخياليه، وفي الاخر قد الولد كارنيه مضروب للاسف الشديد، يعني يديله كارنيه ويمشي بيه. ادي كارنيهك بتاع نادي بيراميدز ونادي في الدوري الممتاز. اكيد لو اداره نادي بيراميدز علمت بالكلام ده هتفتح ملف تحقيق فوري عن هذه الملابسات، لان طبعا جريمه يعاقب عليها القانون، ولكن مش بالشكل ده. ده شكل كارنيه طالع من الاتحاد المصري لكره القدم، بس طبعا طالع من بره. ده السليم، شفتوا الشتان الفرق ما بين ده وده، فرق جامد. حتى اللي مصمم ده حتى التصميم يعني مش جيد. طبعا معانا اصول اصل الكارنيه برضه، لو حد طبعا اتصل من نادي بيراميدز علشان يتحرى هذا الموضوع، لانه وارد اغلاق القوائم او تحديد عدد للقوائم هتفتح مجالات لهذه الاوضاع. هاتوا لنا بقى صور اللعيبه بقى. ده محمد ابراهيم لاعب الزمالك مواليد 99 تمام، من اللعيبه كويسين. لاعب محمد سيد مواليد 2003، لاعب جيد جدا، كان برضو في المصري، منتقل من المصري لنادي حكايه المصري يا محمود اسماعيل. لاعب كويس جدا. دي تدريبات نادي المصنع الحربي بمدينه الاسكندريه التي بدات بالفعل على ملاعب نادي المصنع الحربي بمدينه الاسكندرية. طبعا ياريت بننوه، ياريت نخلي بالنا انت رايح لمين، وما تديش فلوس كبيرة عشان تأيد ابنك. قال طب ما انت مستثمر وبتاخده فلوس من اللعيبة. في فرق ان انت بتاخد المضمون حاجات بسيطة رمزية ليقيد اللاعب، ايجارات ملاعب، بدلات حكام، اجور مدربين، 2000 او 3000 جنيه بكتيره. لكن 20 و25 و15، نصيحة لأي ولي امر، نصيحة لأي ولي أمر، اوعى تدفع فلوس لابنك عشان يلعب كورة، وبالأخص بالأرقام الكبيرة دي. لاعب محمد أحمد طبعا انضم لنادي الزرقاء الرياضي. أتمنى إن الناس بقدر المستطاع تتحرى الصدق مع الصدوق، لأن مبالغ كبيرة حرام، ما ينفعش. ده استثمار رياضي، استحالة، مش ده المفهوم الصحيح والمفهوم الجيد للاستثمار الرياضي. لكن ده مفهوم خلاص بقى متعارف عليه، ولكن يبقى معلش نتقوا ربنا في اولاد الناس، لان اولاد الناس امانه في رقبتنا. احنا في ظروف صعبه وظروف مرض جائحه كورونا، طبعا نتمنى من الناس المسؤولين فتح طبعا باب التوعيات والتنويه والتحذير للكلام المبالغ فيه. ما ينفعش ان انا اروح ادفع في نادي لابني 40000 جنيه و30000 جنيه، مش هيطلع بوتريكا ولا هيطلع محمد صلاح، استحاله. ازاي؟ طب ما في انديه بتاخد المعقول 2000 جنيه غير زي 40 او 5000 او 3000 زي 50000 جنيه. يا جماعه بلاش الارقام الكبير، لا ما تدفعش. نادي استثمار ونادي الاسم لو دي نادي عادي، لكن بالوضع ده ايه اللي تم؟ الواد اتمرن اربع تمرينات في منتجع الاسيوطي، ومصور بالصور انه بيتمرن هناك في المنتجع. اربع تمرينات بمبلغ كبير حرام، ما ينفعش والله. وطبعا معانا برضو شركه من شركات الاسكندريه، هنقول على اسمها قريبا باذن الله، ان شاء الله باذن الله. طبعا بتودي اعاشه للاعب، بيطلع اعاشه لنادي حرس الحدود، ومعانا اسماء المدربين، مش هنفصح عن الاسماء دلوقتي،
ولكن بيودي الواد اعاشه وبياخد منه 20,000 جنيه و30,000 جنيه. الواد بيتمرن تمرينتين في نادي حرس الحدود تمام، ادفع 15,000 جنيه تمرينه والتمرينه الثانيه 30,000 جنيه وشكرا يا ابني روح. يا جماعه نتقوا ربنا في اولاد الناس، نخلوا بالنا من تلك المهاترات اللي موجوده على الساحه الرياضيه، لان طبعا الناس غلابه، ولي الامر عايز يلبي رغبه ابنه عن رغبته، ولكن التريث في اتخاذ القرار. طبعا نرجع لضيوفي الكرام عشان طبعا حبيبي محمد نسيتكم انا حبيبي، ولكن الظروف اللي بتمر بيها البلاد والوضع المشين اللي احنا موجودين فيه ده وضع غبي. طبعا محمد قول لي كده، يعني انت تطلعاتك في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله مع نادي الزرع نصعد مع كابتن احمد الكاس فريق اول مع نادي الزرع، ان شاء الله باذن الله نمثل منتخب مصر مع كابتن شوا غريب باذن الله. يعني يا رب كده تبقى يسمع منك ربنا كده، حبيبي يا كابتن هناخد نص العقد بتاعك حتى. وانت قول لي يا محمود كده تطلعاتك في الفتره القادمه ان شاء الله. يعني ان شاء الله النادي الاهلي او نادي انت اهلاوي ولا ايه؟ هو كويس انت اهلاوي ماشي. تصدمت ليه كده؟ لا مش هتصدم. لا لا عادي، نادي الزمالك نادي كبير برضه، نادي الاهلي برضه نادي كبير. انت محترم كده. قول لي بقى انت يعني تطلعاتك في الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله النادي الاهلي او نادي الزمالك، اي فرقه متاحه ان شاء الله، فرقه كبيره طبعا. تمام. وبرده لو النادي الزرقاء نادي كبير وعريق برده. انت واخده كمحطه مثلا اللي انت ممكن ممكن برده، اللي هو نادي كبير طبعا محترم ليه. هو النادي الاهلي ونادي الزمالك ممكن لو في منتخب. بطوله الاهلي الاول. الزمالك الاول احسن شيء. طبعا بنحيي طبعا النادي الاهلي وطبعا نادي الزمالك، ناديين كبيرين من الانديه المحترمه طبعا، والاسماعيلي طبعا صنبة الكره المصريه. محمد بتحب تشكر مين بقى في ختام هذه الفقره؟ بتوجه له الشكر الخاص بقى. شكر خاص والدي ومامتي. تمام ربنا يخليهم في داري، وما ننساش كابتن رعد برضه. تمام كابتن رعد حبيبي، كابتن رعد حلاوته كابتن رعد، انا بقول له وبكرر اسمه لان بيتقي ربنا في اللعيب، يعني بياخد منه حاجات بسيطه جدا يا دوب مواصلاته بس، ما بيفتريش على الناس زي الاخرين. برضو حابب توجه شكر لزمايلك او مدربك او حابب اشكر كابتن نصر النني بصراحه، يعني فتره الاعداد معاه شخصيه محترمه كابتن نصر، عمل لنا شخصيه في الكوره بطريقه عجيبه بصراحه، استفاد من التدريبات اللي معاه كتير جدا. تمام. كان بيدربنا في عز الساعه واحدة في شهر الحر اللي هو انت ايام شيء عندك جلد كده ومثابره وتبقى حاجه كويسه. وبشكر تيم نادي السوعي برضو ده مكان عملي. تمام. بصراحه سنديني جدا ومدعميني على طول. ربنا يوفقك يا محمد يا رب. وانت بقى تحب تشكر مين؟ بشكر والدي طبعا ووالدتي، وبرضو جدي كان بيساندني، جدي صبري. برضو بشكر الكابتن حسن العشري. تمام. كان بيساندني طبعا، وبرضو تدريب برضو كان الساعه 1 ربنا برضو برضو حكايه الساعه 1 معاكم دي، وبرضو تدريبكم ان شاء الله برضو في زي الساعه 1 ان شاء الله، عايز ماتش ود بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر اللاعبين المميزين، اللاعب محمد ابراهيم خلف مواليد 99 بنادي الزهراء الرياضي، واللاعب محمود اسماعيل صبري مواليد 2004. طبعا اتكلمنا عن المضمون، يا ريت نتأنى في اللي انا رايح لمين، اللي انا هلعب ايه، المبالغ العاليه بلاش، ابنك مش هيبقى محمد صلاح، ابنك مش هيبقى محمد صلاح، انت بتحطمنا كابتن احمد، انت بتنزل من معنويات، لا مش بالشكل ده والله، ما بالشكل ده، خلي الولد يتمرن ويتعب تمام، لكن بالشكل ده مبالغ طائله بلاش بلاش، علشان المجال بتاعنا بقى مجال، ولكن الاتحاد المصري ان شاء الله باذن الله بيخطو في خطوات ثابته مميزه باذن الله للحد من هذه المهاترات ان شاء الله باذن الله. انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 11 مساء، وبرنامجكم برنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.